قمنا بافتتاح دار الكتب اللي هي عبارة عن مركز ثقافي من أجل استقطاب الناس للقراءة، لأنه مركز ثقافي القديم طبعا دمر وصار مشفى حاليا، فنحن حافظنا على الكتب وجبناها هون ونظمنا هاي الفعالية بالتعاون مع المجلس المحلي طبعا ولجنة حماية الطفل في مدينة أرملاز وبعض فعاليات المدنية الأخرى. مجموعة قيمة من الكتب قديمة وحديثة طبعا حافظنا عليها مثل ما ذكرنا احنا بعد ما صار الدمار، وفي عدة مؤلفات مثلا ثقافية علمية من جميع الاختصاصات للكتب، يعني اغلب الكتب موجودة عندنا، ايش بيطلب القارئ موجود. المكتبة اللي عندنا فيها كتب متنوعة، يوجد بالمكتبة حوالي 1500 كتاب منها ثقافية وشعرية وتحوي قصص للأطفال. طبعا موجود كراسي وطاولات للمكتبة. بصراحة يعني سمعنا انه فتحوا دار الكتاب اليوم بأرمناز، جينا وما شاء الله في كتب كثير، يعني مبادرة حلوة ومنارة للعلم. يعني بصراحة انا عبدور بين الكتب، في كتب كثير يعني قيمة، في كتب ممكن ما عم نلاقيها نحن حتى على الانترنت او حتى، يعني كثير كنا مبسوطين، مبادرة حلوة وفريدة من نوعها خصوصي هلا بهالظروف اللي عم نمر فيها. نتمنى انه تكون مبادرة لتشجيع الشباب، لتشجيع اليافعين على القراءة والتعلم وتوسيع فكرهم.